خوتي السلام عليكم. هذا الجزء الثاني ديال مباريات سلالة تيمحضيت لانوك. احنا دخلنا الخرفات الزريبة حيت هما الولا اللي غادي يدوزو، ومن بعد غادي ندوزو الحوالة. وكنتمنى خوتي تكملوا لا فيديو، غادي يعجبكم بزاف ان شاء الله. واللي مازال ما تابوناش يتابونا معنا في لاشين، اللهم بارك. وكنتمنى اخوتي انني نقدر نقربكم لهذه المباراة. من استعدادات اللجنة، رشيد هو التقني المتكلف بجماعة تيكريكرا. بغيتكم تشوفوا معايا كيفاش يتم فحص الحلي والخروفة. هنا اخوتي اللجنة هي دخلت للزريبة، من بعد غادي يبدا ندخلو الخروفات. هنا غادي يبدا ندخلهم 10 ب10 كما تشوفوا. 10 الاولين هما دازو، هنا عاوتاني 10 الجوجين هما تيدوزوهم كما تشوفوا. تيرسم باللون الاحمر، اللون الاحمر تيدل على ان الخروفة يعني راها مزيانة، المواصفات اللي بغاو راهم فيها. هانتوما حتى هنا يعني مازال تيرشم غير بالاحمر، باللون الاحمر. واللون الازرق تيدل على الريفيزي يعني غير مقبوله. بالنسبه للمعايير اللي تاخذوا، ان الخرفه يكون وجهها احمر، ورجليها ما تكون فيها حتى شي نقطه حمراء، يعني تكون بيضاء. هنايا هادو اخر خروفات اللي بقاو هما التوالى. وكيف ما تشوفوا معنا هنا، حنا تندخلو دابا الحوالة الزريبة. بالنسبة للحولي تعتمدو ان يكون وجهو احمر، والقرن يكون مقاد، ورجلين يكونو بويض ما يكونوش منقطين. وتعتمدو حتى على المشية والحلة ديال الرجل حتى هي تعتمدو عليها. هنايا كما تشوفوا اول جوج تيدخلو هما هادو، يعني غادي يشدو واحد واحد وغادي يبداو يقلبوه، غادي يشوفوا هاد المعايير واش فيه ولا ما فيهش. كيف ما تشوفونا تيقلب ليه حتى السن، يعني واش مازال سن الحليب ولا راه طيح الرباعي. الا كان طيح الرباعي يعني ما كيكونش دايز. خوتي هانتوما تشوفوا هو راه هاز ليه الرجل تيقلبها، يعني تيشوف واش فيها شي نقطه كحله ولا ما فيهاش. هانتوما هنا تلقوه تيشوفوه كيدير المشيه ديالو، يعني خاص المشية ديالي تكون ديال النخوة. هنا كما تشوفوا خوتي هذا الحولي الثاني عاوتاني شادينو تيقلبوه حتى هو نفس التقليبة ديال الاول، وهكا تيمشيو الحوالة تقريبا كاملين، يعني كلشي تيديروا ليه نفس التقليبة، تتبعوا نفس المراحل. خوتي كما تشوفوا هنايا رسموهم باللون الاحمر، يعني من الدرجة الاولى، يعني المراحل اللي طلبات كاملة القوانين. خوتي كما تشوفوا معنا هنا لجنة تدوز جوج جوج وتتسالي العدد اللي عند كل كسال. ونتمنى خوتي تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. اللي ما تابوناش يتابونا، وما تنساوش جيم ابوني اي بارطاج وتفعلوا الجرس. ما تقدش بقى.
كيف ما تشوفوا معايا اخوتي هنا، هذا الحولي تبارك الله كان من اجود الفحول عندنا، يعني كنا تنتظروا منه ان اللجنه تعطيه سوبر، ولكن من طلع الرباعي يعني عطاوه برومي. هنا اخوتي دوزنا الحواله كاملين كيف ما تتشوفوا، اللون الاحمر يعني تاني من الدرجه الاولى، اللون الازرق تاني من الدرجه الثانيه، واللون الاخضر تاني من الدرجه الثالثه، والحمد لله عطاونا 26 برومي، 26 واحد من الدرجه الاولى. والصراحه تنشكر الجمعيه بزاف اللي دايره مجهودات كثيره مع الكساب، وتنشكروا التقنيين اللي متساعدين بزاف مع الكسابه. فهنيئا للاخوان العمراني لحصولهم المرتبه الاولى ب 26 فحل من الدرجه الاولى. هنا كما تشوفوا خرجنا الحواله من الزريبه، يعني طرفناهم للجنب، وهنا تتم عمليه البيع. اختاريتي هذا سي نور الدين ولا؟ لا ماشي انا. سيدي انا اللي كيختار. ايوا سير الله يسخر. هنا كما تشوفوا معنا ثلاثه ديال الكسابه، كل كساب عزل واحد، ودابا راهم تيتفاهموا مع الخال. اخوان كما تشوفوا هنا الناس هي مازالت تشري،
الناس مازال مجموعين تيعزلوا. الاخوان وصلنا نهايه الفيديو، واللي ما تابوناش يتابونا وخليو ليا شي كومونتير، ونتمنى ان شاء الله نكون قربتكم لهذا الفحص اللي تيدار لسلاله تيم حضيت، حيث العديد ديال الناس ما تعرفوش كيف كيكون هذا الفحص. وتنشكركم بزاف، واللي ما تابوناش يتابونا وشي كومونتيرات يكونوا زوينين بحالكم.